تصبح على خير يا ولد. خبر ايه؟ هتنام؟ تعبان قوي، عاوز الحاجة انام شوية قبل الفجر. بس انا كنت عاوزة اتحدث معاك. في ايه بس؟ اي حاجة. اي حاجة كيف؟ تنام وبس؟ لا، ما انت معرفتش اللي حصل. ما هو اللي حصل؟ طب قوم اقولك وبص علي. هقوم كمان؟ لازم حاجة كبيرة قوي لحصل دي. شاهين طلعت له سنة. لا يا شيخ، ألف مبروك. ما شافتليش مرسال ليه. الله يبارك فيك، بس وجعاه يا عيني قوي. معلش بكرة يروق. لا، أصله عضني بيها. لحق يا عض، يعني ما شايفش دم ولا حاجة. أصحيه لك تشوف سني. والدي اليمن، حد مسلطك علي؟ أقوم أعمل لك طاجن بيه بالعسل والبصل. طيب خليه لبكرة. بكرة أنت عندي صالحة. يبقى بعد بكرة. طب قل لي صح، مين شبهك أكتر، شاهين ولا درويش؟ ولا لك أنت ولا لك. تصبح على خير. كده برضو يعني مش هتقوم تسأل علي وتقول لي عاملة إيه يا ورد اليمن؟ رايقة يا ورد اليمن. ورد اليمن، هتنامي ولا لا؟ لا، ما هنامش إلا لما تقوم تقعد جاري وتحكي معايا لحد الصبح. لحد الصبح؟ أيوة، واللي ينام الأول يبقى ما يحبش التاني. وانت وراكي إيه؟ نامي يا ورد اليمن، نامي، ربنا يهديكي. لا، ما هنامش ولازم تقوم. حاضر، هقوم وما هنامش. صح صح، وزيبهالك خضرة مخضرة. رايح فين؟ خليكي صحي أنت لحد الصبح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الله عليك، مالك؟ ركبها يا عفريت، اسمه اوعى تنام. يا بوي مش هتلاقي الراحة في فرشتك. تنام تنام يا قلب صالح. معرفش مالها بيدي. طب تعرف انا ما انامش مطمنة ولا عيني يغمرها النوم الا وانت نايم جاري يا حبيبي. نعم، نعم، نوم العوافي. يعني كده ضحكت عليا يا صالح وخديه عندك؟ همام قوم. الليلة دي ليلتنا، وصالحة هي اللي قالت لي ما خليكش تنام لحد الصبح. قوم معايا. انت اتجنيتي، كيف تخش علينا واحنا نايمين؟ مش عاوز الراجل يرتاح ليه؟ غرضك ايه؟ فهميني. في ايه؟ عليا الطلاق من كنتوا التنين. ما في مرة منكم هتنام جهر الليلة دي. يلا غروا سيبوني انام.